طيب هذه قلعة غوري، واحدة من المقاصد السياحية، أعتقد معظمكم يعني زارها اللي هي جورجيا. ناخذكم جولة سريعة. هني هذا السور يرجع للقرن الثاني للميلاد. هذه القلعة عبارة عن كنيسة يعني بعد قديمة. What are you saying about this? For writing this one, you to catch Paris and pay too much money for writing here. This is 6th century here. Why writing this name? We need this name now writing here. وهذا هو مو بعارف اصلا شو اللي مكتوب. للاسف يعني حرام، والله حرام. عيب قسما بالله عيب. والله عيب. اللي ابغي افهمه، هذا اللي كتب على الادار شو كان يحس فيه؟ شو مشكلته في الحياه؟ هذا واحد. اثنين، انا موجود هنا تقريبا ما بقول عشان ما ابالغ، ما بقول 80% 70% من الموجودين هنا في هذا المكان عرب. زين شوفوا شو مسوي. شوفوا شوفوا، يعني ما اعرف شو اقول. وهذا شغلنا ترى، انا سافرت وايد واعرف هذا شغلنا نحن، ما بشغل هذيلا للأسف يعني. ومخالفة انك انت حتى لو تفر يعني سيجارة على الارض هني في جورجيا تدفع 80 لاري. على ربعنا المفروض المسي طلعون قانون على العرب 800 لاري مفروض يعني. Thank you very much. Bye. For writing this one, need to catch police and pay too much money for writing here. This is 6th century here. Why writing this name? We need this name now writing here.